تعالوا نروح لمدينه السلام شرم الشيخ اللي بتستعد خلاص او استعدت بقى لاستقبال مؤتمر التغيرات المناخيه كوب 27، لان في اكثر من 129 فندق استعدوا لاستقبال ضيوف قمه المناخ، وتم تجهيز 64,000 غرفه فندقيه حاصله على الشهاده البيئيه والعلامه الخضراء. خلونا نعرف تفاصيل اكثر لاستعدادات هذه الفنادق من خلال هذا التقرير. أكثر من 125 فندق في مدينة شرم الشيخ استعدت لاستقبال ضيوف قمة المناخ كوب 27 في 6 نوفمبر، حيث تجهزت المدينة ب 64,000 غرفة فندقية، فضلاً عن حصول الفنادق التي سوف تستقبل ضيوف المؤتمر على الشهادة البيئية والعلامة الخضراء. إحنا عندنا أكثر من 126 لوكاندا في شرم الشيخ حصلوا بالفعل على شهادات الجرين ستار. هم كانوا في 5 محاور إحنا كلنا شغلنا عليهم. أول محور اللي هو استهلاك الطاقة التقليدية باستبدالها بالطاقة النظيفة والمتجددة. المحور الثاني استهلاك المية. المحور الثالث إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية. المحور الرابع الحفاظ على جودة الهواء. المحور الخامس المشاركة المجتمعية والمسؤولية تجاه المجتمع. الشهادة البيئية تمنح ضمن استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ لتكون صديقة للبيئة وخضراء. وتتضمن الشهادة أن يكون الفندق مهتما بملفات تدوير القمامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وإقامة محطات طاقة شمسية، وبهذا يحصل الفندق على هذه الشهادة من خلال 4 شركات عالمية وحصول عدد من المنتجعات على شهادة بيئية لرياضات الغوص. دلوقتي بقى تعمل دايفنج بصفة آمنة للحفاظ على الشعب المرجانية، وإنك تعمل دايفنج في بيئة آمنة، وبرضو ده لازم حاطين نقط هم الناس اشتغلت عليها وحصل على الشهادات دي، ودي حاجة كويسة جدا طبعا. نسبة الإشغالات بالمدينة خلال فترة قمة المناخ تصل إلى معدلات لم تشهدها مدينة شرم الشيخ منذ سنوات. كمان شهدت مختلف القطاعات في المدينة رواجا غير مسبوق تزامنا مع اقتراب موعد قمة المناخ. الكثير يعول على قمة المناخ على الصعيد الدولي والمحلي، ومع اقتراب الموعد تتعاظم الأمال نحو بيئة نظيفة وأجواء صديقة للبيئة. بالنسبة لمؤتمر المناخ هو عمل تغيير كبير في مدينة شرم الشيخ، ويعود على أهالي شرم الشيخ كلهم بالخير طبعا، لأن الاستثمار العقاري مجال السياحة في مدينة شرم الشيخ طبعا تم تشغيله بنسبة 100%، وأكثرهم طبعا الفنادق والعقارات في مدينة شرم الشيخ شغالة بنسبة 100%. وبالنسبة طبعا لمدينة شرم الشيخ طبعا فيها تغيير كامل بنسبة 100%.